بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد وحلقة جديدة من حلقات التعليم الإلكتروني بالوزارة على منصة التعليم المباشر. إن شاء الله معاكم السلوى عزازي، إدارة فاقوس التعليمية محافظة الشرقية، وهنبدأ درس النهاردة من منهج اللغة العربية للصف الخامس. بإذن الله معانا الوحدة الثانية هوايات ومهارات. الدرس الثاني معانا النهاردة الرياضة والتسامح. الرياضة والتسامح. من عنوان الدرس هنفهم إيه؟ بنفهم إنه بيتكلم على الرياضة. طيب إيه علاقة الرياضة بالتسامح؟ إيه اللي جاب صفة التسامح مع الرياضة؟ دي لعبة ودي صفة، هل هما مرتبطين ببعض؟ هل في علاقة بين الاتنين؟ يلا نشوف كده الدرس معانا ونشوف إيه المطلوب فيه. تمام يا حبايبي؟ أهداف الدرس طبعا جايب صورة بتبين بعض الألعاب. نشوف الدرس هنتكلم عن ايه النهارده ان شاء الله. في نهايه هذا الدرس يتوقع ان يكون التلميذ قادرا على ان يعرف الغرض الاساسي من ممارسه الرياضه، ايه الهدف من ممارستنا للرياضه، يوضح اثر حسن الخلق على الفرد والمجتمع. برضو هنا بنتكلم على حسن الخلق، وحسن الخلق دي صفه، ايه اثرها على الفرد الواحد او المجتمع ككل، هيبان ده من خلال شرح الدرس. تحصيل مفردات جديدة، طبعا بنتعلم مفردات جديدة في الدرس. يستنتج مميزات الرياضة الجماعية. ايه ميزة الرياضة الجماعية وايه الرياضة الفردية؟ هل دي لها ميزة ودي لها ميزة؟ الرياضة الفردية ديت مع نفسي، الرياضة الجماعية انا ومجموعة. المجموعة دي لابد ان يكون فيها ايه يا حبايبي؟ يكون فيها تعاون، يكون فيها حب، يكون فيها ان احنا يعني نتعاون مع بعض كويس. هنشوف ده في الدرس. يضع عنوانا للفقرة، عايزين كل فقرة نطلع منها بعنوان نفهمه من خلال شرح الفقرة اللي هنتكلم عنها دي. يلا نشوف معانا الفقرة الاولى، الرياضة اخلاق. برضو كل كلمة بنقولها على الرياضة مرتبطة بصفات جميلة، التسامح، الأخلاق، حسن الخلق. إيه ده؟ يلا بقى نشوف. جايب لنا صور. الصور دي إحنا عارفين إن فريق كرة القدم بيكون كل فريق له لبس معين. طيب هنا جايب إيه؟ جايب اتنين بيسلموا على بعض من كل فريق، واحد بطل من كل فريق بيسلموا على بعض. إزاي ده؟ هما بيتنافسوا وبيكونوا بيلعبوا ضد بعض، ازاي ان هم هنا بيسلموا على بعض؟ ما هي دي الرياضه اخلاق. يعني ايه اخلاق؟ احنا حبايب واخوات وجوه الملعب بنلعب اتنين متنافسين، لكن مش اتنين اعداء، مش اتنين بنضرب بعض، مش اتنين داخلين خناقه، لا، هي في الاول والاخر لعبه مسليه جميله، بيقدم حاجه جميله هو بيستمتع بيها واحنا بنستمتع بيها، لكن هي لا خناقه ولا ضرب ولا داخلين حرب مين فايز ومين الخسران، لا ابدا. لازم يكون في فايز وخسران، بس بنتقبل دي بروح ايه؟ رياضيه. بنسمع الكلمه دي، يلا نشوفها. هنا شفنا الفريقين، كل واحد من الفريق بيتحي او بيحيي الفريق الثاني. ازاي ده؟ يلا نشوف ده من خلال الدرس. ماذا شاهدت في الفيديو؟ الفيديو ده فيه اتنين مشهورين او في مصر عندنا. احنا بنقول ماذا شاهدت في هذا الفيديو؟ شاهدت قائدين الفريقين يتوجهان الى جماهير الفريقين معا ويقدمان لهما التحية. شفت ايه؟ شفت اتنين مشهورين جدا في مصر، طبعا فريق الاهلي وفريق الزمالك من اكبر الفرق. مالهم الاتنين؟ الكابتن بتاع الفريق الاهلي وكابتن فريق الزمالك بيتوجهوا للجماهير ويحيوا الجماهير. الله، ايه الروح الجميلة دي؟ ايه الروح دي؟ ده الناس ممكن يتخانقوا، لا، الناس هنا ما بتخانقوش. على ما يدل ذلك؟ ده دل على ايه يا حبايبي؟ شفنا ايه من المشهد ده؟ يدل ذلك على ان الرياضه قائمه على الاخلاق الحميده والمنافسه الشريفه البعيده عن التعصب الاعمى. يعني بلاش نضرب بعض، بلاش نتخانق، بلاش ان احنا نعادي بعض، بلاش نقعد طول النهار في منافسه بين بعض وشادين اعصابنا، اصل انا اهلاوي وانت زملكاوي، انا من فريق ده وانت من فريق ده، لا ابدا.
هي كلها في الاول والاخر لعبه مسليه جميله بنستمتع واحنا بنسمعها، او اللي حاببها او عايز يلعبها نلعبها بروح رياضيه بدون خناق. هنا اول فقره في الدرس بتقول ايه؟ اسره مميزه، اسره جميله مميزه، يعني اسره لها طباع حسنه وطباع جميله. يلا نقرا معانا اول فقره بتقول: اسره امير متعدده المواهب والهوايات، فامير يحب الرياضه واميره تهوى الفنون، ولكن المدهش ان هذه الاسره لها عادات عند مشاهده المباريات الرياضيه قد لا تكون مالوفه لنا. يلا تاني نقول: اسره امير متعدده المواهب والهوايات، فامير يحب الرياضه واميره تهوى الفنون، ولكن المدهش أن هذه الأسرة لها عادات عند مشاهدة المباريات الرياضية قد لا تكون مألوفة لنا. يعني أسرة أمير وأميرة، أمير وأميرة والأب والأم لهم هوايات متعددة. هوايات يعني يحبوا يسمعوا الكورة أو يشاهدوها، يحبوا الرحلات، يحبوا الفسح، لهم حاجات بيحبوها، ولهم مواهب، يعني كل واحد منهم موهوب في حاجة. قبل كده قلنا أمير يهوى إيه في الترم الأول؟ قلنا أمير يهوى مادة الدراسات الاجتماعية، وعمل لها ألبوم صور لكل الأبطال بتوع الدراسات الاجتماعية، مش إحنا قلنا كده؟ طيب في الترم ده بنقول إن أميرة بتهوى الفنون، أميرة بتحب الفنون، بتحب الرسم، بتحب الموسيقى، بتحب الشعر، بتحب القراءة، لها فنون معينة بتحبها، أميرة بتحب الحاجات دي. طب والأسرة كلها؟ الأسرة كلها لها هوايات، عند مشاهدة المباريات لهم عادات حلوة، بيتجمعوا مع بعض، بيقعدوا بيسهروا سهرة كويسة، بيحبوا يسمعوا الحاجة وهم متجمعين. دي لها إيه؟ الهوايات اللي هم بيحبوها أو بيحبوا هوايات أخرى. من المدهش أن هذه الأسرة لها عادات عند مشاهدة المباريات الرياضية قد لا تكون مألوفة. يعني إيه لا تكون مألوفة؟ يعني عادة مش من الكل متعود على إنها، ممكن أنا بس اللي بحب الكرة في بيتي بقعد انا لوحدي اسمعها، ممكن بابا بس اللي بحب الكرة يقعد لوحده يسمعها. لا، الاسرة دي لها عادة يعني خاصة بيهم في مشاهدة الايه؟ المباريات. يلا بينا نشوف العادة دي. تعالوا نراقب هذه الاسرة وهي تشاهد احدى المباريات الرياضية. يلا نشوف بيعملوا ايه وهم قاعدين بيسمعوا المباريات. ممكن يكونوا بيتقسموا فريقين وكل فريق يتخانق مع التاني ويشوف مين هيكسب. لا أكيد مش بيعملوا كده. طب نشوف بيعملوا إيه؟ تبدأ المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماهير. يبدأ المباراة في التلفزيون وإحنا بنتفرج عليها كده، الفريقين بيسلموا على بعض وبيحيوا الجماهير ومفيش أي خلاف. الأب هنا بيعلق، يعني طول ما هم بيسمعوا المباراة دايماً الأب بيدي أولاده درس. الأب بيدي أولاده درس، دي العادة الجميلة اللي عندهم. مش بيسمعوا المباراة بس، مش بيسمعوها عشان يتخانقوا ويشدوا أعصابهم ويضربوا بعض، لا، أمال بيسمعوها عشان إيه؟ عشان كل موقف يعدي وكل مشهد يعدي الأب يعلم أبنائه هنا أخلاق، يعلمهم عادات، يعلمهم طباع. إيه الطباع والعادات الجميلة اللي بيعلمها لهم؟ نقرأ الفقرة على بعضها ونوضح. قلنا هنا: تعالوا نراقب هذه الأسرة وهي تشاهد إحدى المباريات الرياضية. تبدأ المباراة بتصافح الفريقين، بيسلموا على بعض وتحية الجماهير. يعلق الأب على هذا المشهد قائلا إن تصافح الفريقين يؤكد أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف. الرياضة بتعمل إيه يا حبايبي؟ تقوم على التنافس الشريف، وإنها أساس الحب والسلام. الرياضة دي أساس الحب والإيه؟ والسلام. يعني زي الفصل عندنا يا حبايبي، أنا وصاحبتي شاطرين قوي، وأنا غير إن المدرس يقول لها أنت الأولى، لا أنا الأولى. لا، ايه المشكلة ان هي تكون الأولى وأنا كمان أكون الأولى وصاحبتنا الثالثة تكون الأولى؟ هل ده يأثر علينا؟ لا، ولكن احنا نتنافس ونتفوق على بعض بحب، بإخلاص، مش بغيرة، مش بمواقف وحشة، مش بحسد، لا، بحب. مفيش أي مشكلة إن كلنا نكون شطار، يا ريت الفصل كله يكون شاطر. الأب علق لأولاده على المشهد التصافح ده إن دي منافسة شريفة جميلة أساسها الحب والسلام. كده كويس؟ الأبناء هنا عرفوا إن لما يكون في تنافس بيننا وبين أصحابنا أو بيننا وبين أي حد يكون تنافس بشرف وأدب وحب. تنافس بشرف وأدب وحب. طيب الأم قالت إيه؟ نعم يا أميرة، فهذه التحية تلهب حماس الجماهير. يعني إيه تلهب؟ يعني بتقوي حماسهم، بتشدهم، بتحبب الناس في بعض، بتخلينا وأنا قاعد بره بتفرج على المباراة
انا اهلاوي وجنبي واحد زملكاوي، مش نتخانق، ده اللي بيلعبوا نفسهم بحب بعض اهو، لازم احنا كمان نحب بعض، مش نكون قاعدين جنب بعض يا رب فرقك يخسر، لا يا رب فرقك يخسر، لا لازم نكون بنحب بعض ونتمنى الخير لبعض. نشوف الفقرة اللي بعد كده بتقول ايه؟ احترام القوانين. قوانين ايه؟ دي لعبة، هي اللعبة لها قوانين؟ اه اكيد، كل حاجة في حياتنا لها قوانين، انت حر ما لم تضر، والحرية لها حدود، متى تقف حريتي؟ عندما تبدأ حرية الآخرين، يعني أنا حر في نفسي، حر في لبسي، حر في أكلي، حر في شربي، ولكن أنا رايح مدرسة، المدرسة لها زي معين، يبقى هنا أنا مش حر، مش هروح المدرسة لابس اللي أنا عايزه، أصل أنا حر، لا خلاص، هنا في قوانين لازم نحترمها، في مواعيد للمدرسة، مش أنا حر أخرج أي وقت، لا في قوانين بتحكمنا، كل حاجة في حياتنا لها قوانين طبعا، القوانين دي ليه؟ علشان إن هي تحبسنا، علشان إن هي تضايقنا، أه أكيد القوانين دي عشان تضايقنا، لا يا حبايبي، القوانين عشان تنظم العمل، علشان العمل ده يطلع ناجح لازم له قواعد وقوانين، زي ما بنقول في قاعدة النحو، إحنا لينا قاعدة، القاعدة دي بتربطنا، إزاي أعرف ده؟ إزاي أطلع المثال ده؟ صح كده؟ يبقى هنا دايما القواعد والقوانين بتنظم العمل، بتسهل الإيه؟ العملية على الجميع. يبقى حتى في اللعب في قوانين، حتى في اللعب في قوانين، حتى اللعب ليه نظام، اللعب ليه نظام، لان لو مش ليه نظام هيكسروا بعض، ومش هيرتبطوا بميعاد المباراة، ومش هيكون في قانون، وكل واحد ممكن ياخد الكرة ويمشي يلعب لوحده، لا عندنا في نظام وقواعد لازم نتعلمها في كل حاجة، في كل حاجة. يلا هنا نقرأ الفقرة دي ونشوف. وفي أثناء احتدام المباراة عرق اللاعب منافس فسقط على الأرض. آه وفي أثناء احتدام المباراة، يعني إيه؟ يعني في شدة الحماس واللعب وخلاص الناس دخلوا بقى في المباراة وكله عمال يشتغل وفي عز الشغل ده، عرق اللاعب منافسه، في لاعب عرق منافسه، المنافس بتاعه، يعني واحد من الفريق زي ما شايفين الصورة الأولى، واحد من الفريق ده عمل برجله التاني من الفريق التاني عشان يوقعه، دي أخلاق؟ عشان يوقعوا على الأرض. وفي أثناء احتدام المباراة عرقلة لاعب منافسه في فريق التاني فإيه فسقط على الأرض، هل دي أخلاق مباراة؟ يلا نكمل. أنظر الحكم اللاعب المخطئ، الحكم مين الحكم اللي ظاهر في الصورة التانية ده اللي رفع الكارت الأحمر اللي لابس لون مخالف، الحكم ده بيكون بنشوفه بيجري كده في الملعب، هو ده فايدته إيه؟ بيتفرج؟ لا ده علشان يحكم على كل اللي شايفه أقرب واحد ليهم، بيكون بيجري في وسطهم علشان يشوف الأخطاء ويحكم بينهم، عشان يعاقب المخطئ، عشان المخطئ يعاقبه، علشان يلتزموا بالقوانين، أي حد كسر القوانين عليه عقاب، فقام على الفور بالاعتذار إلى منافسه. آه هو غلط؟ غلط، ولكن الحركة التانية دي جميلة؟ جميلة جدا، إنه لما غلط اعترف بغلطه واعتذر عن إيه؟ عن اللي عمله، اعتذر عن اللي عمله، ده جميل، ممكن نخطأ، ممكن نخطأ، أو ممكن نخطأ، ولكن العيب إن إحنا نصر على الخطأ، إن إحنا نفضل ملتزمين أو مش عايزين نعترف إن إحنا غلطنا، ولكن لابد يا حبايبي إن أنا غلطت لازم أعتذر، هنا اللي غلط عمل إيه؟ بادر بالاعتذار، فقام على الفور بالاعتذار إلى منافسه. علقت الأم قائلة، شايفين العادة الجميلة بتاعت الأم والأب؟ كل حاجة بتعدي في المباراة وكل موقف لازم يقفوا عليه يبينوا لأولادهم أهمية الموقف ده، والموقف ده نتعلم منه إيه؟ الخلق اللي بنتعلم حتى وإحنا بنتفرج على التلفزيون بربي أولادهم، آه وإحنا بنتفرج على التلفزيون بربي أولادهم، كل حاجة في حياتنا بنستفيد منها أخلاق للتربية. شايفين الأب والأم؟ دي عادة كويسة؟ عادة كويسة جدا، هي دي العادة بتاعتهم اللي قلناها في أول كلمة إنها لها عادات غير يعني غير مألوفة للبعض أو الناس مش بتعملها. لا إحنا بنشوف ناس بتقعد تسمع المباراة تشتم وتزعق وتصرخ وتشد أعصابها وتكون مش طايقة نفسها وما كلمش حد، أصل أنا بتفرج على المباراة. لا الأسرة دي عادتها جميلة جدا، إيه العادة؟ إن الأب والأم قاعدين كأنهم في حصة. بيستمتعوا وبيعلموا ولادهم، يستمتعوا ويربوا ولادهم، بربوهم على ايه؟ على الاخلاق وحسن الخلق وحسن التصرف والحب.
للغير والتعاون، وان الالعاب الجماعيه دي لازم تبين اخلاق كل واحد. الالعاب الجماعيه ان 11 واحد يجتمعوا في فريق مع بعض يلعبوا بنظام مع بعض، ده لازم يظهر بيه الحب والتعاون بينهم. تمام يا حبايبي؟ هنا علقت الام قائله، قالت ايه الام؟ ما اجمل ان نبادر بالاعتذار عندما نخطئ في حق الاخرين، لابد ان نبادر بالايه يا حبايبي؟ بالاعتذار. الله، جميله الاخلاق، جميله الاخلاق. قال الأب: هل رأيتم كيف كان اللاعب يقف أمام الحكم؟ شايفين الصورة التانية بتوضح إيه؟ اللاعب واقف قدام الحكم وعامل راسه مكسوف إن هو غلط، إن هو يعني الغيرة شوية أو خوفه إن اللاعب ده يجيب جون حاول يوقعه برجله. بعد ما عمل الموقف ده حس إن هو أخطأ، حاطط وشه في الأرض، معترف بخطأه، اعتذر لزميله. جميل الإحساس ده؟ جميل جدا الإحساس ده. قال الأب: هل رأيتم كيف كان اللاعب يقف أمام الحكم؟ يده خلف ظهره مطقطق رأسه، إيده ورا، مش واقف بقى يعمل له بإيده إزاي وأنت بتقول؟ لا يا حبايبي، لازم حتى وأنا بعترف بخطأي بأدب، بأخلاق، مش أمد ايدي وارفع ايدي قدامي واتكلم بايديا وازعق، لا، عيب. هنا يده خلف ظهره، حط ايده ورا ظهره ومطقطق الراس، يعني موطي راسه في الارض من الخجل، مكسوف ان هو عمل حاجه وحشه او ما كانش صح ان هو يعمل كده، فهو هنا معترف بايه يا حبايبي؟ بخطأه. طيب الام: ان الرياضه تعلمنا احترام القواعد والقوانين. الرياضة بتعمل ايه يا حبايبي؟ تعلمنا احترام القواعد والقوانين. الله على الأخلاق. شايفين ده كله من ايه؟ الدروس اللي بناخدها دي كلها والصفات والتربية دي كلها يا حبايبي من ايه؟ من لعبة الكرة. ده احنا بنلعب في الأول والآخر، دي مباراة. ايه الجمال ده؟ شايفين عرفنا بنستفاد ايه؟ طيب هنا الفقرة اللي بعد كده بتقول التعاون. ايه هو التعاون؟ وتستمر الأسرة في مشاهدة المباراة. الأسرة قاعدة بتتفرج على المباراة، ويجذب انتباه الجميع احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقت طويل. الله، في إيه ده؟ واحد من اللاعبين محتفظ بالكرة لوقت طويل، عنده شوية أنانية، مش عايز يدي الكرة لغيره، عايز يحاول هو يجيب. طب أنت مش عرفت تجيب جون، طب مررها لغيرك. لأ، هو مفروض من أخلاق الرياضة أو من قوانين الرياضة يعني يشوط الكرة لبعض، لا، تحتفظ بالكرة لوقت طويل. وبعدين وعدم تمريرها لزملائه، طبعا ده بيضيع الوقت على الكل وبيمنع الفرصة للكل لإحداث هدف. طب ده صح ولا خطأ؟ يلا نشوف. وقد نتج عن ذلك أن اختطفت الكرة. هو فضل يلف بالكرة ويدلع بيها كده الناحية وعنده أنانية إنه يديها لأصحابه، خلى الفريق التاني هجموا عليه وبالراحه وخدوا منه الكره، ضيع الفرصه على كل فريقه ان هو يحرز ايه؟ هدف. ده صح ولا غلط؟ تعالوا كده نشوف. وقد نتج عن ذلك ان اختطفت الكره فاحرز الفريق الاخر هدفا. وهنا علق الاب: بسبب انانيته ضيع الفرصه على فريقه وجعل الفريق الايه؟ الاخر يحرز هدف، يحرز يعني يجيب هو الهدف. الأب يسيب الموقف ده؟ لا، لازم نعلم أولادنا من كل موقف إيه القيمة اللي ناخدها منه. هنا الأب عايز يعلم أولاده إيه القيمة اللي خدناها من الموقف ده. إن أهم ما يميز الرياضة الجماعية، يلا نشوف أهم ما يميز الرياضة الجماعية، تعاون أفراد الفريق. وقد أخطأ اللاعب عندما احتفظ بالكرة لوقت طويل. أخطأ اللاعب أو أخطأ ليه؟ لأنه احتفظ بالكرة لوقت طويل، قلنا ده كان سببه إيه؟ ضيع الفرصة على فريقه لإحراز إيه؟ هدف، وإدى فرصة للفريق التاني ياخدوا منه الكرة ويجيبوا هم هدف، يبقى كان سبب في إن فريقه يتهزم. ده كله بسبب إيه؟ بعض الأنانية اللي جات له. صح كده ولا غلط؟ غلط، موقف مش كويس جدا. قالت الأم: إن التعاون في أي مجال يحقق النجاح. الله، يلا بقى نتعلم هنا التعاون في ايه يا حبايبي؟ في اي مجال، في كل المواقف، في كل الاعمال، في حياتنا، التعاون دائما يحقق الايه؟ النجاح. يعني مش في الكرة بس، لا، مش في المذاكرة بس، في كل حاجة التعاون بيحقق الايه؟ النجاح. فاهمين؟ تمام. يلا بقى نشوف الفقرة اللي بعد كده بتقول ايه؟ الروح الرياضية. الكلمة دي بنسمعها دايما دايما، روح رياضية، روح رياضية، احنا مش عارفين عايزين منها ايه. يعني ايه نطلع روحنا تلعب كورة يعني؟ لا، ايه الروح الرياضية؟ يعني الاخلاق خاصة بالرياضة، الاخلاق الجميلة. ايه هي؟
ان انا اتقبل المكسب والخساره، ان انا اكون مقتنع ان دي في الاول والاخر لعبه مسليه مش خناقه، مش نطلع باطحين بعض من المباراه ومعورين بعض ونطلع على المستشفى اصل احنا كنا بنتفرج على المباراه، لا، او نعرض حياتنا للخطر. لا يا حبايبي، لازم ان انا اتقبل المكسب والخساره بروح رياضيه بحب، اتمنى الخير، ابارك للفريق ده واتمنى الخير للفريق التاني. يلا بينا نقرا الفقره. انتهت المباراه وفاز احد الفريقين، اكيد اكيد لازم يفوز واحد، مش معقوله الاثنين هيطلعوا فايزين، او يتعادلوا الاثنين، والتعادل برضو بيكون مكسب لناس وخساره لناس. فهنا انتهت المباراه وفاز احد الفريقين، ولكن الجماهير اشتبكت واحدثت خسائر كبيره. الجماهير عملت ايه؟ اشتبكت واحدثت خسائر كبيره. ليه يا جماهير عملتوا كده؟ اصلا انا عايز فريق اللي كسبان وانت عايز فريقك اللي كسبان، طب ليه الفريق ده كسب وده خسر؟ لا يلا نضرب بعض. ايه رايكم في الاخلاق الجميله دي؟ ده اخلاق حلوه؟ ابدا. اخلاق حميده؟ ابدا. اخلاق ديننا قال لنا عليها؟ لا. المجتمع موافق على الاخلاق دي؟ ابدا. كلنا بنرفض الاخلاق دي. ليه؟ لان ما ينفعش ان احنا نعمل كده. الملعب كان قدامنا واحنا الاثنين لعبنا، واحد تفوق على الاخر وكسب، ليه نضربه؟ ليه نضربه عشان كسب؟ ليه اضربه عشان انا خسرت؟ انا خسرت اكيد عندي اخطاء، طب ما احاول اصلح اخطائي بدل ما اضرب الكسبان. يعني انا جبت في الامتحان 5 من 10 وزميلتي جابت 10 من 10، اروح اضربها ليه؟ اغار منها ليه؟ اخصمها ليه؟ ازعل منها ليه؟ هي ذاكرت، هي عرفت تجاوب، هي استغلت الوقت صح، فكرت صح، حلت صح، ليه انا ازعل منها؟ انا ازعل على نفسي واصلح اخطائي واشوف ايه العيوب اللي عندي علشان الامتحان الجاي اعرف احلها او اعرف اتفوق. يبقى اتشغل في مشكلتي انا، مش هشيل مشكلتي لغيري واحملها على صاحبتي وخصمها عشان كده. لا يا حبايبي، يلا بينا نشوف هنا. انتهت المباراة وفاز احد الفريقين، ولكن الجماهير اشتبكت واحدثت خسائر كبيرة. أحدثت خسائر كبيرة، كسرت المكان، عملوا ضجة بقى وعملوا حاجات وحشة، فقد أصيب أشخاص، ده في ناس يعني أصيبت، وكسرت المقاعد، كسروا الكراسي اللي قاعدين عليها، وتحولت المدرجات إلى فوضى، المدرج اللي في الاستاد بتاع الكرة تحول إلى فوضى. فين القانون؟ مفيش قانون، فين النظام؟ مفيش نظام، فين الحب والتعاون؟ كل ده راح، أصل إحنا لعبنا. هو ده نتيجة اللعب؟ في إيه؟ ده حرب مش لعب. وبعدين وهنا أغلق الأب جهاز التلفزيون وقال، الأب أغلق الجهاز، ده دليل على إيه؟ على إن الأب فرحان ولا زعلان؟ زعلان، الموقف وحش جدا سيء، لا إيه؟ لا يجوز خالص. طب عمل إيه؟ وقال إن التشجيع لا يكون بالاعتداء على الآخرين. انت جاي تشجع كوره ودفعت فلوس واشتريت تذكره ودخلت الاستاد وقعدت في مكان نظيف محترم ومعاك امن ومعاك ناس وداخل فرحان، طيب فريق كسب وفريق خسر، ليه نعمل كل الحاجات الغلط دي؟ لا. وقال ان التشجيع لا يكون بالاعتداء على الاخرين او التخريب او التدمير، فالرياضه مكسب وخساره. يبقى هنا ايه اللي علق به الاب بعد غلق جهاز التلفاز؟ عمل ايه بعد غلق الجهاز؟ قال ان التشجيع لا يكون بالاعتداء على الاخرين، ادي واحد، اتنين، او التخريب، تلاتة، او التدمير، التلاتة دول مرفوضين نهائيا في اي حاجة، في اي حاجة سواء لعب او سواء امتحان او سواء اي عمل. طيب ليه بقى؟ لان الرياضة مكسب وخسارة، طبيعي ان انا داخل المباراة لازم اكون متوقع الاتنين، متوقع ان اكسب ومتوقع ان اخسر، لابد. طيب انا متوقع الاثنين، ليه اتخانقت لما خسرت؟ زي ما انا كنت هفرح بالمكسب لازم اتقبل الخساره، لازم يكون عندي الاثنين زي بعض. ابدا لا يمكن ان انا احمل خسارتي على الفريق الفايز واضربه واعمل المشاكل دي. الام ارى ان السبب في هذه المشاجرات ان جماهير الفريق المهزوم، السبب في هذه المشاجرات ان جماهير الفريق المهزوم لم يتقبلوا الهزيمه، لم يتقبلوا ايه؟ الهزيمه بروح رياضيه. الام قالت السبب في كل المشاجرات يعني الخناقات والضرب اللي حصل ان جماهير الفريق المهزوم لم يتقبلوا الهزيمه، ابدا رفضوا الهزيمه وما خدوش الموضوع بروح ايه؟ رياضيه.
كما أن جماهير الفريق الفائز قد بالغوا في التعبير عن فرحتهم. الله، الأم جابت نقطة مهمة جدا. يلا تاني نشوف رأي الأم لأنه مهم جدا. أول واحد السبب، أول واحد نخلي بالنا، واحد سبب في هذا أن جماهير الفريق المهزوم لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية، دي واحد. طب السبب التاني، كما أن جماهير الفريق الفائز قد بالغوا في التعبير عن فرحتهم. الله، الأم جابت أهم سببين. أول سبب إن أنا كفريق مهزوم لم أتقبل الهزيمة وغضبت وأعصابي صارت وقمت إن أنا آخد حقي واضرب الكسبان، طبعا ده تصرف خطأ جدا. طب والتاني، إن أنا كفريق كسبان ما راعيتش مشاعر غيري وفرحت فرحة كبيرة وفضلت أعصب في الفريق اللي قدامي وأغيظ فيه، طبعا دي حركة مش كويسة أبدا أبدا. عملها الفريقين، واحد اللي خسر لم يتقبل الخسارة واللي فاز بالغ جدا وزود جدا الاحتفال وفضل يعاند في اللي قدامه لغاية ما عمل ايه؟ لغاية ما عصبه وقاموا مسكوا في بعض وحصل ناس كتير اتصابت وناس اتعورت والمكان اتكسر وحصل كل ده. يبقى هنا الاتنين اخطأوا، الاتنين اخطأوا، الاتنين غلطوا، الاتنين غلطوا، لان الاتنين مفيش روح رياضية، الاتنين ما احترموش بعض، الاتنين مفيش حب، الاتنين اخطأوا، اخطأوا خطأ كبير. يلا نكمل الفكرة. فينبغي الأم قالت الخطأ والحل. إيه الحل؟ ينبغي أن نعبر عن الفرحة بالفوز في أدب ومراعاة مشاعر الآخرين. ما ينفعش يبقى صاحبي زعلان وعنده مشكلة وأنا كسبت حاجة أفضل أفرح وهيص لا، ما ينفعش، لازم أراعي مشاعر اللي جنبي، لازم أراعي مشاعر اللي جنبي. يكون بيت عنده فرح وبيت عنده حالة وفاة أو عنده حد تعبان، أو إن أنا أعمل هيصة كبيرة ما رأيش الناس، لا غلط، إن أنا عندي فرح أشغل ميكروفونات وأشغل سماعات وأعمل أصوات عالية وجاري عنده واحد مريض أو طالب بيذاكر أو طفل صغير بينام، لا، لابد إن إحنا نحترم مشاعر الآخرين، لازم نحافظ على بعض. هنا الفريق الفائز، طب أنت فزت وربنا يوفقك، طيب نحافظ على الباقيين ونراعي مشاعرهم؟ لا، إزاي؟ عايز أفرح فرحة كبيرة جدا، فضل يفرح يفرح لغاية ما عصب اللي قدامه وقام كسر له المكان، يبقى لا ده فرح ولا ده فرح، ولا ده مشي مبسوط ولا ده مشي مبسوط، ده هم كلهم طلعوا على المستشفى. يبقى هنا حصلت المشكلة، الأم قالت المشكلة في إن المهزوم لم يتقبل الهزيمة بروح رياضية، والفائز عبر عن فرحته بشكل مبالغ فيه. طيب والحل؟ إن كان الاتنين لازم يراعوا مشاعر بعض. أنا زعلان عشان فريقي، أزعل بأدب، وأنا فرحان عشان فريقي، أعبر عن فرحتي بأدب. تمام؟ ده اللي كان المفروض الاتنين إيه؟ يعملوا. الأب، إن كثيرا من الجماهير لا يمارسون الرياضة ولهذا نجدهم يثيرون الشغب عند الهزيمة. نخلي بالنا من الجملة الجميلة اللي الأب قالها، إن كثيرا من الجماهير، كثير من الجماهير دي لا يمارسون الرياضة ولهذا نجدهم يثيرون الشغب عند الهزيمة أو النصر. فالرياضي الحقيقي يتحلى بالأخلاق الكريمة، فلا يخاصم منافسه ولا يتعدى عليه، ويسعى إلى الفوز بنزاهة وشرف، ويسعى إلى الفوز بنزاهة وإيه؟ وشرف. معنى كده إن الناس اللي بتمارس الرياضة دي، اللي قاعدة تتفرج على الرياضة أو تشاهد المباراة، الجماهير اللي قاعدة دي مش كلهم بيمارسوا الرياضة، مش كلهم عندهم الروح الرياضية، لا، ده في منهم اللي جاي كده يتفرج لعبة بيحبها وبس، لكن ما عندوش أخلاق الرياضيين الحقيقيين. أخلاق الرياضيين الحقيقيين إيه هي اللي الأب قالها؟ يلا بينا كده نعدها مع بعض. يتحلى بالأخلاق الكريمة، واحد لا يخاصم منافسه، اتنين لا يعتدي عليه، ثلاثة يسعى إلى الفوز بنزاهة وشرف، يسعى إلى الفوز بنزاهة وإيه؟ وشرف. أربع صفات قالها الأب على اللي بيمارس الرياضة، الرياضي الحقيقي، الرياضي اللي عنده أخلاق رياضية، الرياضي اللي عنده فعلا لعبة الرياضة أو الألعاب الجماعية أثرت عليه شخصيا وأثرت على تربيته أو على أخلاقه. يبقى هنا بنقول إن الناس اللي بره اللي بيخطئوا دول، الناس دول أساسا مش رياضيين. أمال الرياضيين الحقيقيين بيعملوا إيه؟ يتحلى بالأخلاق الكريمة، لا يخاصم منافسه، لا يعتدي عليه، يسعى إلى الفوز بنزاهة وإيه؟ وشرف. برافو.
جميلة الصفات دي، جميلة كده يا حبايبي. خلصنا الدرس، اتعلمنا منه ايه؟ الدرس مش كان رياضة، ده الدرس كان أخلاق. الدرس ده كان رياضة، الدرس ده كان أخلاق، كان تربية، كان دين، كان تسامح، كان حب، كان تعاون. يعني الدرس ده مش رياضة أبدا، ده الرياضة كل حاجة في حياتنا فيها تربية وفيها أخلاق، حتى لو كانت لعب، حتى لو كان اللعب، حتى لو كانت مجرد تسلية، مجرد تسلية. يعني لعبة الكرة اللي ممكن البعض يقول إنها تضييع للوقت، هنا إحنا بنقول إنها كل حركة فيها تربية، فيها تربية وفيها أخلاق وفيها حب وفيها كل حاجة. تمام يا حبايبي، طلعنا من الدرس ده بقيم كتير جدا وأخلاق كتير جدا وصفات حلوة جدا جدا، لأن الدرس ده علمنا إزاي نحب بعض وإزاي ما نختلفش مع بعض وإزاي يكون عندنا الروح الرياضية. تمام، يلا بينا نشوف بعض المعاني الكلمة ومعناها. الكلمة هنا متعددة، معناها كثيرة. عادات، الشيء المتكرر، عادات الأسرة عن الشيء المتكرر. نراقب، نشاهد سلوك، تصرف، أثناء، خلال. اعتذر، اعتذر، تأسف. يجذب، يشد، احتفظ، ظل أو بقى. فوضى، اضطراب، عمل فوضى في المكان، يعني اضطراب في المكان. ينبغي، يجب. يمارسون، يزاولون الرياضة، يمارسون الرياضة يعني يزاولون الرياضة. الهواية، الشيء المفضل، هوايتي يعني الحاجة اللي بحبها. أميرة كانت بتحب إيه؟ الفنون. أمال أمير كان بحب إيه؟ مادة الدراسات الإيه؟ الاجتماعية. برافو عليكم. مشاهدة يعني رؤية. التصافح، التحية باليدين. تلهب، تزيد. احتدام، سير. احتدام المباراة يعني سير المباراة. نبادر، نسارع. نتج، حدث. فاز، كسب. المهزوم، الخاسر. نراعي، نحافظ. يتحلى، يتصف. طيب معنى كلمة تهوى، تحب. غير مألوفة، غير معروفة. التنافس، التسابق. حماس، تشجيع. الفور يعني السرعة. مطقطق، خافض رأسه. طقطق رأسه ليه؟ لأنه أخطأ، فكان مطقطق رأسه أمام الحكم لأنه إيه؟ مكسوف إنه غلط مع زميله وعركله. يبقى هنا مطقطق يعني خافض رأسه. أحرز، سجل. مقاعد، كراسي. بالغوا، زادوا عن الحد. بالغوا في الاحتفال، زادوا عن الحد. بالغوا في الغضب، زادوا عن الحد. في الحالتين زادوا عن الحد، الغضب لحدود والفرحة لها حدود. قلنا حريتي تقف عندما تبدأ حرية مين؟ الآخرين. لازم يكون لحدود للحرية. أنا حر، أنا حر، لا، بحدود. أنا حر بحدود، انا حر طالما لم ايه اضر، ما اضرش غيري. يبقى هي دي حدود ايه يا حبايبي؟ حريتي. طيب هنا كلمة مشاعر، احاسيس. نزاهة، البعد عن ما يسيء. جميلة معاني الكلمات. يلا بينا ناخد الكلمة او وعكسها، او الكلمة وايه ومضادها. تهوى قلنا تحب، عكسها تكره. جميل، قبيح. يقف، يجلس. تستمر، تتوقف. طويل، قصير. أخطأ، أصاب. فوضى، نظام. الفرح، الحزن. طيب كلمة تبدأ عكسها تنتهي. تلهب، تقلل. أمام، وراء أو خلف. يجذب، ينفر. يميز، يعيب. احتفظ، فقد. احتفظ بالشيء عكسها أفقده. الهدوء، الإزعاج. بالغوا، اعتدلوا. عكس بالغوا قلنا الشيء يزيد عن حده، لكن عكسها ايه؟ اعتدلوا. ناس معتدلين سواء في الحزن او في الفرح، معتدلين زي ما ايه ما ديننا امرنا بالاعتدال في كل شيء، الاعتدال في كل ايه؟ في كل شيء. طيب نشوف بقى كمان كلمات تاني. كلمة السلام عكسها الحرب. الفور، المبطئ. واحد فور بنقول بسرعة، عكسها المبطئ. ظهره، بطن. المحافظة، الإهمال. الجماعية، الفردية. النجاح، الفشل أو الرسوب. التخريب، الإصلاح. الكريمة، السيئة. تمام يا حبايبي، خدنا الكلمة عكسها لأنها بتساعدنا على فهم المعنى الصحيح.
شايفين الجماهير وهي فرحانة كده في الصورة وبتشجع كده بأدب واحترام جميلة ازاي، وشفنا الصورة اللي قبلها اللي كانوا بيضربوا في بعض كان شكلها وحش ازاي، شايفين الملعب جميل والدنيا حلوة. هي دي لعبة الكرة، انا رايحة استمتع ودافع فلوس ادخل المباراة عشان اتفرج بأدب واخلاق واخرج سواء فايزة او خسرانة، ادخل المباراة واخرج وانا فرحانة، لكن لا اشوه المنظر الجميل ده ولا كسر المكان ولا اعمل، لو انا فرد واحد اخلاقه مش كويسه هيأثر على كل الجماهير الكتيره الفرحانه دي. ماشي يا جماعه، يبقى احنا هنا قاعدين في مكان جماعي لازم احترم قوانينه احترم نظامه وما اعملش اي فوضى تأثر على كل الناس دي. انا رايحه اتفرج على مباراه انا واسرتي وانا فرحان، ليه اصيب او اتعور او اروح المستشفى او ليه؟ ليه عشان ايه؟ ده احنا جايين نتفرج ودافعين فلوس نقضي وقت سعيد مع بعض، ليه ان انت عشان غضبان او ما قدرتش تسيطر على مشاعرك انك تأثر على اللي حواليك وتعمل الاخلاق السيئة دي؟ يلا بينا هنا نكمل الاسئلة على الدرس، مراجعة كده خفيفة على الدرس عشان نبين اهم النقاط اللي احنا عايزين نفهمها. اسئلة متنوعة واجاباتها، بقول هنا اول سؤال ماذا يحب امير واميرة؟ ها مين يقول؟ أمير الرياضة وأميرة تهوى الفنون. أمير زي معظم الأولاد بيحب الرياضة وأميرة بنت رقيقة كده بتحب الفنون، تمام؟ طيب ماذا كانت تشاهد أسرة أمير؟ كانت بتشاهد إيه؟ فيلم؟ ها مسلسل؟ آه لأ، مباراة كرة قدم، مباراة كرة الإيه؟ القدم، تشاهد إحدى المباريات الرياضية. برافو، جميل. ها نمشي بقى كده مع الدرس فقرة فقرة ونشوف الأسئلة. كيف بدأت المباراة وعلامة يدل هذا؟ المباراة بدأت بإيه وعلامة يدل هذا؟ بدأت المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماهير. الله كده كويس، كده جميل. آه الأب والأم عجبهم الموقف ده، ويدل هذا على أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف، أدي أول واحد. اتنين، وأنها أساس الحب والسلام. الرياضة أساس الحب والسلام، آه الرياضة أساس الحب والسلام. بعد كده السؤال الرابع بيقول إيه؟ ما رأيك في تحية الفريق للجماهير وما نتيجته؟ الله، احترام الجماهير دي كلها جاية عشان تشجعنا، جاية عشان تفرح بينا، جاية بتحبنا. أول حاجة لما أنزل الملعب إن أنا أحييهم، إن أنا ألقى عليهم التحية السلام، لازم أبدأ كده بتحيتهم، أشكرهم على إنهم حضروا، أشكرهم على إنهم حبينا وجايين يشجعونا وجايين يتمنوا الفوز وجايين يساعدونا، لازم إن أنا أحييهم. يبقى تحية الفريق للجماهير سلوك جميل ونتيجته يلهب حماس الجماهير. آه لما الابطال الجمال اللي انا جاي اتفرج عليهم يحيوني، ده بيعمل ايه؟ بيخليني اشجع اكتر واكون فرحان، ويعني موقف جميل يدل على الحب بين الاثنين. السؤال الخامس بيقول ايه يا حبايبي؟ ماذا حدث اثناء المباراه؟ ايه اللي حصل؟ يلا بقى نقول الاحداث. احنا قلنا الاسره بتحب ايه، وقلنا مين افراد الاسره اللي قاعدين يسمعوا مباراه، الاب والام وامير واميره، وقلنا ان هم لما فتحوا المباراه قالوا ان الرياضه دي اخلاق، في اخلاق رياضيه وبينوا لاولادهم، وقلنا ان الاب والام بعلقوا على كل موقف بيحصل في الماتش علشان ايه؟ علشان واحنا بنتفرج واحنا مستمتعين نتعلم اخلاق، تربيه، تربيه على طول. كل موقف في حياتنا لازم اخد منه حاجه، يا اما سلوك غلط ما اعملوش، يا اما سلوك صح اتعود عليه، يا عاده ايجابيه احبها هي عادة سلبية ارفضها. لازم كده يكون عندي دماغي على طول صحية مع كل موقف واحكم عليه، يا صح يا غلط، يا ده اخلاق يا لا، يا تربية يا لا، لازم يكون دي عادتي دايما ودي اخلاق. تمام يا حبايبي، ماذا حدث اثناء المباراة؟ ايه اللي حصل؟ عرقلة لاعب منافسه فسقط على الارض وانذر الحكم. اللاعب لما وقع على الارض سقط على الارض وأنذر الحكم اللاعب المخطئ وقام على الفور واعتذر إلى إيه؟ منافسه. آه لما واحد عرقل زميله قام بسرعة واعتذر له لأنه حس إنه غلطان، والحكم عمل إيه؟ الحكم نبهه إن ده غلط وهو اعترف بخطأه، وقلنا إن هو كان واقف مطقطق رأسه من الخجل على إنه عمل موقف مش صح. تمام؟ يلا نشوف السؤال السادس بيقول إيه؟ ماذا نتعلم من الرياضة؟ آه لما كنا نسمع السؤال ده
قبل ما نشوف الدرس كنا نقول ايه هنتعلم من الرياضه، ايه ازاي نشوط الكوره، هنتعلم من الرياضه ازاي نجيب جون، هنتعلم من الرياضه ازاي ان انا اخطف الكوره من زميلي، ده اللي هنتعلم. مش دي كان الاول افكارنا؟ اه. لكن بعد ما سمعت الدرس عرفت ان الرياضه فيها اخلاق، ان الرياضه فيها قوانين، ان الرياضه فيها احترام، ان الرياضه فيها صفات جميله جدا. يلا نشوف نتعلم ايه من الرياضه بعد ما فهمنا الدرس. نتعلم من الرياضه احترام القواعد والقوانين، 1، 2 نتعاون في اي مجال يحقق النجاح، رياضه او غير رياضه، في كل المجالات في تعاون، علشان التعاون ده بيحقق ايه؟ النجاح. طب 3 احترام الاخرين والاعتذار لمن اخطا في حقه، اللي اخطانا في حقه لازم ان انا احترمه واعتذر له، وان احترم مشاعر الاخرين، ودي اهم حاجه اني اكون احترم مشاعر غيري عشان الناس يكون بينها حب، الناس ما تخسرش بعض، تفضل تحب بعض، لان احترام مشاعر الاخرين دي من الصفات الانسانيه الجميله جدا في حياتنا، لانها بتساعد على الحب بيننا وبين بعض. تمام يا حبايبي؟ يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال السابع بيقول ايه؟ السؤال السابع، ما أهم ما يميز الرياضة الجماعية؟ اه، قلنا إن الرياضة الجماعية بتفرق عن الرياضة الفردية. اه، الرياضة الفردية أنا مع نفسي، أنا بلعب مع نفسي، مفيش منافس أحترمه، مفيش تعاون، مش محتاج إن أنا أخلي زميلي يشترك معايا، مش محتاج إن أنا أحافظ على حد أو أستنى حد أو أدي، لأ أنا لوحدي. ولكن الرياضة الجماعية لها حاجات وقوانين لابد إن أنا أحترمها. أهم ما يميز الرياضة الجماعية التعاون بين أفراد الفريقين، زي ما قلنا الموقف مين يذكرني بيه؟ اه برافو، الموقف اللي هو كان ايه يا حبايبي؟ اللي لما اللاعب انفرد بالكرة لفترة طويلة او لمدة معينة اثر على فريقه وعمل ايه؟ وجعل الفريق التاني ياخد منه الكرة ويحرز هو الهدف، يبقى دي كان موقف وحش؟ اه، كان عادة وحشة او موقف وحش جدا. يبقى هنا من الرياضة الجماعية التعاون بين افراد الفريق. تمام؟ ماذا حدث بعد انتهاء المباراة؟ ايه اللي حصل بعد انتهاء المباراة يا حبايبي؟ اللي حصل بعد انتهاء المباراة اشتبك جماهير الفريقين. اه، ده كان نتيجة سيئة، كانت نتيجة سيئة مش عايزينها، مش حابينها. مين فيكو حب النتيجة دي؟ لا، كلنا مش حبيناها، بس انت فريقك خسران برضو مش موافق عليها. طب وانت اه انت بتقول وحش علشان فريقك كسبان، لا وفريقي خسران برضو انا رافض. ليه؟ لانها صفة وحشة جدا ان احنا نشتبك مع بعض علشان واحد كسب وواحد خسر. ما انا وانا داخل المباراة عارف ان واحد هيخسر وواحد هيكسب، انا ممكن اكسب او اخسر وغيري ممكن يكسب ويخسر، لازم اتقبل الهزيمة بروح رياضية، يعني روح كلها حب وتعاون ونتمنى الخير لبعض. تمام يا حبايبي؟ يبقى هنا السؤال الثامن بيقول ايه؟ ماذا حدث بعد انتهاء المباراه؟ ايه اللي حصل؟ اشتبك جماهير الفريقين على طول، ضربوا بعض واحدثوا خسائر، احدثوا خسائر كبيره، واصيب بعض الاشخاص، ياه ناس كمان اصيبت، وكسرت مقاعد، كمان المقاعد اتكسرت. طب ما المقاعد دي عايزين نحضر عليها مباراه تانيه وتانيه وتانيه، ليه كده؟ وتحولت المدرجات الى فوضى، حصل مشاكل وضوضاء وخناقات، هل دي صح؟ لا طبعا ده مش صح، كلنا بنرفض هذا السلوك. تمام يا حبايبي؟ بعد كده بنقول السؤال التاسع بيقول ايه؟ ماذا قال الاب بعد انتهاء المباراه؟ هل الاب عجب الموقف ده؟ ابدا، ودليل انه مش عجبه ان اغلق جهاز التلفزيون ورفض ان اولاده يشوفوا الموقف ده لانه موقف سيء، مش حب ان اولاده يشوفوه، اعترض على الموقف وقفل جهاز التلفزيون. قال الاب ان التشجيع لا يكون بالاعتداء على الاخرين، ده طبعا خطأ جدا، او التخريب او التدمير، فالرياضه مكسب وخساره، الرياضه مكسب وايه؟ وخساره، مش ممكن ان انا اكسب على طول، مش ممكن ان انا اخسر على طول، ده اجتهاد وشطاره وتدريب، مش حد طمع على حد، لا كل واحد كان عنده الفرصه، انا عرفت استغل الفرصه كويس وكسبت، خلاص ده تعبي، بلاش ان انا اضربه عشان كسب. تمام يا حبايبي؟ طيب السؤال العاشر، ماذا قالت الأم بعد انتهاء المباراة؟ الأم قلنا إن هي لخصت الإيجابيات في واحدة والسلبيات في واحدة وقالت الحل، قالت الصفة الوحشة والفريق ده غلط في إيه والفريق ده غلط في إيه وكان لازم الاتنين يعملوا إيه. يبقى الأم هنا هنشوف لأنها لخصت الموضوع بطريقة جميلة. قالت الأم إن السبب في هذه المشاجرات أن جماهير الفريق المهزوم لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية، دي غلطة.
طب الجماهير التانية بقى ملهاش دعوة، دي كانت بريئة. لا دي كانت غلطانة كمان. الله معقولة؟ يعني الفريق الخسران كان غلطان، الفريق الكسبان كان غلطان؟ اه. ليه الفريق الكسبان غلطان؟ ما هو كسبان وخلاص. بالغ في الاحتفال، بالغ في الفرحة، عاند في التاني، يعني عصبوهم بعمايلهم. ده غلط يا جماعة، إن جماهير الفريق الفائز بالغوا في التعبير، بالغوا يعني عدوا الحدود في الفرحة، بالغوا في التعبير عن فرحتهم. الاتنين كانوا غلط، الاتنين كانوا غلط، تمام؟ قلنا إن كان الاتنين لازم يحترموا مشاعر بعض. السؤال رقم 11، من هو الرياضي الحقيقي؟ اه ده اختصار الكلام اللي احنا قلناه، اللي الاب قال ان الرياضي الحقيقي هو الذي يتحلى بالاخلاق الكريمه. واحد، فلا يخاصم منافسه. اثنين، ولا يعتدي عليه. ثلاثه، ويسعى الى الفوز بنزاهه وشرف. هو ده مين؟ الرياضي الحقيقي. الله، كده خدنا ملخص كامل للدرس. يلا نشوف كده فنيات جميله في الدرس. قلنا الخريطه، وكلمه خريطه بنرسمها في دماغنا زي خريطه الدراسات الاجتماعية، زي خريطة مصر كده، شمال وجنوب وشرق وغرب. يلا نشوف الخريطة هنا بتقول كلمة ايه؟ تلهب. يلا نجيب خريطة كلمة تلهب. هي اسم ولا فعل؟ النوع اسم ولا فعل؟ فعل. طيب المعنى، معنى تلهب تزيد. طيب العكس، المضاد بتاعها تقلل. طب الجملة نحطها في جملة، تلهب كرة القدم حماس الكثيرين. الله، كده خدنا الكلمة من كل حاجة، تمام؟ طيب يلا نشوف هنا كمان بنقول ايه معانا. شبكة للكلمة، صمم شبكة للكلمة الآتية اللي هي كلمة الرياضة. قلنا شبكة زي شبكة الصياد، يلا كده نفرد شبكة الصياد ونحط فيها كلمة رياضة ونشوف ايه اللي هيتعلق بيها. ايه بقى اللي هيتعلق كده في الشبكة؟ كرة القدم رياضة، السباحة رياضة، كرة الطائرة رياضة، التدريبات الرياضية دي رياضة، الجري رياضة، المشي الكتير ده رياضة، الملاكمة رياضة. تمام يا حبايبي؟ آه، الدرس كان جميل وكان شيق، وكان عندنا واجب من الدرس اللي فات، آه، يا ريت نكون عملناه. وأي أسئلة عندكم تكتبوها لنا في الشات وإحنا هنجاوب عليها، وإن شاء الله يكون الدرس اتفهم كويس. وعندنا هنا واجب نعمله، استمع إلى الفقرة جيدا ثم أجب. تبدأ المباراة بتصفح الفريقين وتحية الجماهير، ويعلق الأب على هذا المشهد قائلا إن تصفح الفريقين يؤكد أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف وأنها أساس الحب والسلام. ده الواجب. عايزين هنا مرادف تنافس، مضاد الحب، جمع الرياضة، كيف بدأت المباراة وعلامة يدل ذلك، يدل هذا. ده سؤال ملخص للدرس ياريت نعمله. وكنت سعيدة معاكم النهاردة، وإن شاء الله يكون الدرس اتفهم جيدا. مع أرق تمنياتي من النجاح والتوفيق أستاذة سلوى عزازي، إدارة فؤوس التعليمية محافظة الشرقية. وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة ويوم جديد، ومع ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.